عليكم إخواني يا خواتي، تحياتي لكم جميعا في داخل أرض الوطن وخارجها. تنمير تنون معكم فاطمة والتيمين تانوت، المغنية مزيغية من مدينة أكادير. القصة ديالي والبداية ديالي، أنا كبرت في مينتانوت وتزاديت في مينتانوت. أنا من البنات اللي كيحوشوا من البنات ديال الأحواش إيمينتانوت. من لك تجوشت في الصغر، تجوشت في الصغر في ما بين 14 عام 15 عام. ديك الساعة تجوشت. اصلا كانوا والديا مفروقين، الوالد ديالي مجوجني باش يعني خاف يعني من المراه ديالو غتبقى تعدى عليا، ان اللهم نتزوج، اللهم يعني تزوجني باش يتهنى مني. في الصغر وواحد الراجل اللي ما عرفتوش، ما تفهمتش معاه، وكان يعني كان كيتعدى عليا، وصبرت ما تفهمنا الصافي، وما كاينش اللي يوقف معايا، حيت اصلا انايا ما قريتش، ما عنديش شي ديبلوم، فاش غادي نخدم على راسي وغادي نتفع على راسي وغنعيش كل حرية. كان فكرش اش ندير. صافي وهربت بالليل في 2009. هربت من عند راجلي، هربت بالليل وكانت شتاء، وكنت يعني كنت اطر عليا بزاف المشاكل، وكنفكر ننتحر اصلا، وكنت كنفكر يعني ناكل شي حاجه نسطي راسي باش نحيد راسي من داك المشاكل، وكنفكر في الله اللي خلقني غادي ندير ذنوب ما بيني وبين الله. الحل اللي عندي وهو نهرب. صافي وهربت بالليل والشتاء، وجيت يعني شديت الطريق هكا اللي مشات من مسكنيض لايمين تانوت بالليل، وجات واحد الطوموبيله فيها جوج الناس، واحد المراه وواحد الراجل، شافوني وقفوا لي قالوا لي انت شنو كديري هنا ومنين جيتي وفين غدا وشنو طرا ليك؟ قلت لهم اودي راني كضربني مرطبة. انا ما قلت لي ما بغيتش نقول لهم راه هربت من عند راجلي، حيت غادي يخافوا مني وما غيوقفوش معايا. كنشكر بعدا السيده جارتي الله يرحمها، راه دابا ماتت الله يرحمها، اللي كانت نصحاتني قالت لي الا مشيتي حتى واحد ما تقولوا لي رانا عرفت من عند الراجل، وقولوا ليهم راني مرات باك كتضربك كتعدى عليك باش يوقفوا معاك الناس. صافي داكشي اللي درت، هزوني معاهم في طوموبيلتهم. قالت لي هذيك المراه راه حتى انا كنوقعوا ليا المشاكل، حتى انا والديا تخلاو عليا، حتى انا كنت مجوجه وتعدى عليا الراجل وتلاقت، ودابا راه سهل عليا الله، ما تخنتيش من رحمه الله. وداتني عندها، بدت عندها طار الصباح وعطات لي الحوايج، بدلت حين انا كنت فازقه بالشتاء، كانت شتاء وكانت ثلج في 2009 ديك الساعه في شهر جوج. قالت لي غادي نصيفطك عند شي ناس تخدمي عندهم، غنصيفطك بعدا عند واحد المراه غادي تدبر لك شي ناس تخدمي عندهم، ولكن ما تحشمناش معاهم تقول لينا ديري شي حاجه ولا تسرقي ولا تخرجي ولا شي حاجه، المهم انت تبقاي تتكوني راسك، تتعلمي، تتجمعي فليسك، يعني هي قالت لي تتكوني معوله على راسك، تكوني يعني عارفه الطريق، عارفه كل شيء، وديك الساعه تبري راسك. صافي وفقيت عند هذوك الناس مده عام، كنشكرهم ووقفوا معايا بالمعنى الكلمه وعاونوني. صافي مشيت طلقت من راجلي. انا كان عزيز عليا الغناء، عزيز عليا الشطيح، عزيز عليا الموسيقى، انا كنت مبليه بها في الصغر ديالي. فاش تلاقيت مع واحد الدري هنايا في اكادير كيدير تاكروبيت، قلت ليها ودي شنو شنو، قال لي ننصحك النصيحه ما تخرجيش الراقصه، انك غادي تضيعي راسك وغادي تضيعي حياتك.
قلت ليه علاش وشنا هو الحل ديالي. قال لي الا بغيتي هذا المجال هذا احسن لك تخدمي راسك، الا عندك الفلوس تجلي راسك وتخدمي راسك احسن لك غادي تستافدي. صافي انا فاش خرجت من عند هذوك الناس خدمت في لوزين، خدمت في الفيرما، خدمت في الريستورا، خدمت في القهوه وجمعت فلوسي ومشيت سجلت ودرت البطاقات الفنان ديالي ودرت السي في ديالي، تشاركت في الحفلات، تشاركت في المهرجانات. انا ديما خدامه ديما خدامه، وانا ما كنتسناش الفن وحدوته، الفن بوحدو ما كنتسناش ليه. انا ديما كنخدم، نخدم في الديور، نخدم عندي الجديد ديالي، عندي واحد ديسك لحتو في القناة ديالي في اليوتيوب، وعندي الأغاني أخرين جايين الألبوم إن شاء الله. كانت من لا مازال ما درت فيديو كليب، كان فكر إن شاء الله ندير فيديو كليب. المجال ديال التمثيل اش غنقول لك، فيه الأجهيات حتى هو وفيه الاستغلال و كنت ديجا دخلت لي يعني ديجا عندي الفيديوهات عندي ديال الفيلم، ولكن في التمثيل يعني ديال الفنانه وديال التلفازه وديال بي سي دي ما كنتشاركش فيهم. كنت ديجا تشاركت في واحد جوج البي سي ديات ولا ثلاثه، ولكن ما عجبنيش ستيل ديالهم. صافي كلمة الأخيرة، كنشكر جميع المغاربة في داخل أرض الوطن وخارجها، سواء أمازيغيين سواء العرب، وكنقول لهم شكرا، تحياتي لكم، كنتمنى يعجبكم الجديد ديالي، وشكرا للطاقم التقني وتحياتي لكم. اولا فرحنا بعدا بهذا الشتاء فاش اللي جاب لنا الله، كنتمنى من الله يرحمنا ويرفع علينا هذا الوباء.